أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب. رجاء اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. عنوان هذا الشريط هو التالي: تصالح يسوع الإنجيل وعيسى القرآن. من يصالح يسوع الإنجيل مع عيسى القرآن سوف يصالح المسلمين والمسيحيين واليهود. في كتابه رمل وزبد، ترجمة أنطونيوس بشير ضمن مؤلفات جبران المعربة، يقول جبران خليل جبران ما يلي: مر كل 100 سنة يلتقي يسوع الناصري بيسوع النصارى في حديقة بين جبال لبنان، فيتحادثان طويلا، وفي كل مرة ينصرف يسوع الناصري وهو يقول ليسوع النصارى: أخشى يا صاحبي أننا لن نتفق أبدا أبدا. وفي صفحة أخرى يقول جبران لأخينا يسوع 3 عجائب لم تكتب بعد في الكتاب: الأولى أنه كان إنسانا مثلي ومثلك، والثانية أنه كان ذا قياس وظرف، والثالثة معرفته أنه غالب مع أنه غلب. وقد صور جبران خليل جبران السيد المسيح من نسيج خياله في كتابه الشهير بالإنجليزية Jesus the Son of Man، ترجمه للعربية أنطونيوس بشير تحت عنوان يسوع ابن الإنسان ضمن مؤلفات جبران المعربة، وسأعطيكم رابط الكتاب تحت هذا الشريط. ومسيح جبران ليس إلها كما يتصوره المسيحيون، بل إنسان حر جبار متمرد على التقاليد الدينية والاجتماعية، يعشق الفرح ويحمل إلى الناس رسالة الغفران والمحبة. وقد قام بعمل مماثل نوعا ما الدكتور محمد كامل حسين في كتابه الشهير قرية ظالمة. والآن إلى نقط الخلاف العقائدي بين المسيحية والإسلام وأثره الاجتماعي. جاءت سيرة المسيح في الأناجيل الأربعة التي تعترف بها الكنيسة المسيحية، كما أنها جاءت في عدد من الأناجيل المنحولة. وقد انقسم أتباع المسيح ما بين نصارى، أي أتباع المسيح من أصل يهودي وهو المصطلح المستعمل في القرآن، إذن ما بين نصارى ومسيحيين، والمسيحيين هم أتباع المسيح من أصل وثني. وأدى الجدل حول شخصية المسيح إلى جدال فكري وخصومات دموية لا حد لهما، فمنهم من اعتبره إنسانا، ومنهم من اعتبره إلها متأنس، أي أخذ صورة إنسان نزل من السماء بهدف تخليص البشرية من خلال صلبه. وفي نظري هذا التيار المسيطر على المسيحية اليوم
المسيح هو ابن الله وأحد الأقانيم الثلاثة لله الأحد، والذي يضم الله الآب والله الابن والله الروح القدس. وفي نظر المسيحيين هذا الإله هو إله واحد. وهذا الاعتقاد حجر عثرة للمسلمين. فالقرآن يكرم السيد المسيح ووالدته مريم، ولكنه يرفض تماما فكرة ألوهيته، ويعتبرها شركا بالله. والغريب في الأمر أن القرآن يتكلم ليس فقط عن ألوهية المسيح، بل أيضا عن ألوهية مريم. فنحن نقرأ في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. والقرآن لم يكتفي برفض فكرة إلوهية السيد المسيح، بل نفى عنه أيضا الصلب. فالقرآن القبلي لا يقبل بفكرة انكسار الأنبياء: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سورة غافر الآية 51. ويقول القرآن فيما يتعلق بصلب المسيح وقولهم أن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. سورة الأنبياء الآية 157. وإن سمح القرآن نوعا من التعايش بين المسلمين والمسيحيين رغم اتهامهم بالشرك، إلا أنه سنى على نظم قانونية حدت من حقوق المسيحيين وحولتهم إلى غرباء في أوطانهم وأقليات مضطهدة عبر العصور، حتى كادوا في أيامنا أن يختفوا من الخريطة الجغرافية الشرق الأوسطية. وقامت داعش بدق المسمار الأخير في نعش المسيحية، مكملة ما بدأه إسلام محمد، وهي تحقق وصيته لعمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وهذه الاضطهادات تتكرر في حق الأقباط ليس فقط من بعض المسلمين المتزمتين، بل أيضا من النظام المصري الذي حولهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية عندما سنى على الإسلام دين الدولة وغيرها من القوانين الجائرة. ونفس الأمر في جميع الدول العربية والإسلامية. ولا داع هنا للخوض في الخصومات الفكرية والدموية التي سادت العلاقات بين المسيحيين واليهود عبر التاريخ، حيث تم اتهام اليهود بأنهم قتلة الإله المسيح، كما ولا داع للخوض في الخصومات الفكرية والدموية بين المسلمين واليهود، والتي تتبلور اليوم فيما يسمى بالقضية الفلسطينية الإسرائيلية. ومن المستبعد أن تنتهي هذه الخصومات بين اليهود والمسلمين مع حل هذه القضية،
إن تم حلها، إذ أن خصومة المسلمين لليهود دائمة إلى يوم القيامة، حسب قول أئمة الجوامع الذين يؤججون النار اعتمادا على القرآن والسنة وكتب الفقه. ففي حديث نقله مسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرة، فيقول الحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتله. إلا الغردق فإنه من شجر اليهود. والآن ماذا عن موقف القرآن بخصوص المسيح؟ إن تركنا جانبا نقط الاختلاف بين المسيحيين والمسلمين حول السيد المسيح الخاصة بإلوهيته وصلبه، فإن نجد في القرآن أساطير حول السيد المسيح لا تختلف عن الأساطير التي جاءت في الأناجيل الرسمية والمنحولة. وأكتفي هنا بذكر هذه الأسطورة القرآنية عن المسيح: إني قد جئتكم بآية من ربكم، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. سورة آل عمران الآية 14، وفي سورة المائدة الآية 110 نقرأ: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وهذه الأسطورة لا وجود لها في الأناجيل الرسمية، وقد أخذها القرآن من الإنجيل المنحول المسمى إنجيل الطفولة العربي، حيث نقرأ: وعندما أتم يسوع عامه السابع كان يلعب يوما مع أطفال آخرين من عمره، وكانوا يتسلون ويصنعون من التراب المبلول صور حيوانات متنوعة، ذئابا وحميرا وطيورا، وكان كل واحد متباهيا بعمله ويجتهد لرفعه فوق مستوى عمل رفاقه. عندها قال يسوع: إنني آمر الصور التي صنعتها بالسير فتمشي. ولما سأله الأطفال عما إن كان هو ابن الخالق، أمر الرب يسوع الصور بالسير فتقدمت على الفور، وحين كان يأمرها بالعودة كانت تعود. وقد صنع صور طيور وعصافير دوري كانت تطير حين يأمرها بالطيران، وتتوقف حين يقول لها أن تتوقف، وحين كان يقدم لها شرابا وطعاما كانت تأكل وتشرب، وحين غادر الأطفال ورووا لأهلهم ما رأوا قال لهم: هؤلاء ابتعدوا من الآن فصاعدا عن مجلسه فهو ساحر، وقفوا عن اللعب معه. نجد ذلك في إنجيل الطفولة العربي الفصل 36 والفصل 46، وكذلك في الفصل 27 من إنجيل متى المنحول. وهناك أيضا أسطورة حمل السيدة مريم من الروح القدس دون علاقة جنسية، التي ينقلها القرآن حرفيا من الأناجيل الرسمية والمنحولة. ولسنا هنا في مجال الطعن في ميلاد السيد المسيح وشرف السيدة مريم، فمن المعروف أن المشاكل العائلية ومشاكل الشرف هي من أعواص المشاكل التي يجب أن نتفاداها. ويكفي هنا الإشارة
إلى أن مثل هذه الأسطورة نجدها في الأساطير الفرعونية والإغريقية وغيرها. وبحد ذاتها هذه الأسطورة لا تقدم ولا تؤخر في العلاقات الاجتماعية. ولكن ما هي نظرتي للمسيح ابن بلدي بعيدا عن الأساطير العقائدية؟ لقد عرضت في مقالات مختلفة موقفي من السيد المسيح، وخاصة في مقالي المعنون يسوع مجنون الناصرة. وما يهمني من السيد المسيح ليس الجانب العقائدي، بل الجانب الأخلاقي، وخاصة ما يسمى بعظة الجبل، كما جاءت في إنجيل متى الفصل الخامس، وإنجيل لوقا الفصل السادس. وفي نظري هذه العظة قمة الأخلاق الإنسانية. ولو أننا كمسيحيين ومسلمين تركنا جانبا الأساطير حول ألوهية المسيح وميلاده وعجوباته وصلبه، وتمسكنا فقط بأخلاقيات المسيح، فسوف نصل إلى الجانب العملي لتعاليم السيد المسيح، التي سوف تجعل من منطقتنا جنة على الأرض بدلا من الجحيم الذي نعيشه. فإن فعلنا ذلك فإننا سوف نحقق التصالح بين يسوع الإنجيل ويسوع القرآن، وفي نفس الوقت نصل للتصالح ما بين المسيحيين والمسلمين واليهود. إني أرى مستقبل الديانة المسيحية والديانة الإسلامية من منظور اجتماعي عقلاني وليس من منظور أسطوري. ويجب هنا الفصل التام بين ما هو أسطورة مسلية وبين العلاقات الاجتماعية. ويجب منع الأساطير الدينية مهما كانت نظرتنا لها أن تهيمن على علاقتنا الاجتماعية التي يجب أن تحكمها أواصر المحبة والوئام والتعاون. سوف أعود لكم في شريط قادم لكي أكلمكم عن نظرة المفكر والشاعر اللبناني جبران خليل جبران عن السيد المسيح في كتابه يسوع ابن الإنسان. أتمنى لكم جميعا نهارا سعيدا. لا تنسوا أن تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. نهاركم سعيد.